طيب دلوقتي المطلوب التاني هو عايز هاف سيكشن سايد فيو، ومديني في الشيت سيكشن سايد فيو كامل. طيب انا هتصرف ازاي؟ اول حاجة انت هتعملها انك انت هتاخد اللي هو مديهولك زي ما هو ترسمه اللي هو سيكشن سايد فيو، بعد كده تبقى تشوف هتعمل ايه في الهاف سيكشن. خلاص. طيب لو جينا كده بعنينا قارنا السيكشن سايد فيو بالسيكشن اليفيجن، هنلاقي ان الجزئيه اللي في النص دي هنا هي هي الجزئيه اللي في النص هنا. يبقى انا مش هتعب نفسي كتير، انا ممكن ان انا اعمل الموضوع ده بايه؟ ايوه بكوبي. تمام. والحته اللي فوق دي برده هي هي الحته اللي فوق اللي هنا، يبقى انا الموضوع ده برده ممكن اعمله بايه؟ بكوبي. يبقى انا دلوقتي ممكن اروح جاي واخد التو سنتر لاينز دول اخدهم كوبي واعمل عليهم شويه الدوائر اللي موجوده. تمام. بعد كده ابقى اعدل عليهم بالاجزاء اللي في النص اللي انا برده هاخدها ايه؟ هاخدها كوبي. طيب يلا بينا كده نشوف هنتصرف ازاي مع بعض. اول حاجه هنعملها هنبدا ان احنا ناخد السنتر لاين ده والسنتر لاين ده، نروح جاي عاملين لهم ايه؟ كوبي جنبنا هنا على نفس الايه؟ على نفس الاستقامة. تمام. طيب بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نرسم شوية الدوائر اللي موجودة اللي هي ايه؟ الدايرة اللي عندنا، في عندنا الدايرة اللي هي 49 الراديوس بتاعها، نجيب الامر سيركل. احنا في الهاتش لاير فاحنا محتاجين ان احنا نغيرها للسوليد ونرمي الدايره دي في السوليد لاير. تمام كده. طيب بعد كده سي انتر تاني عشان نرسم باقي الدوائر. بعد الدايره ال 49 هيبقى في الاوفست اللي هو ب 10، فنروح عاملين للدايره دي او انتر 10 انتر، ونروح واخدين الدايره دي عاملين لها ايه؟ اوفست. تمام كده. طيب بعد كده هنرجع نشوف الدايره اللي بعد كده هتبقى ايه. في الدايره اللي هي الخارجيه اللي هي بتاعت الفلانجه، ودي هو قايل لنا من هنا ان هي الفاي بتاعتها ب 126. يبقى انت دلوقتي هتجيب الامر سيركل سي انتر دي انتر. خلاص الاول بس نحدد السنتر بتاع السيركل، يبقى سي انتر، بعدين نحدد السنتر. لما يقول لي عايز الراديوس هقول له لا دي انتر، وادخل له 106 وايه؟ 126. يبقى انت كده عملت الايه؟ الدوائر بتاعتك. تعال نشوف كده فاضل في دايره ثانيه. في الدايره اللي هي الصغيره اللي هي نصها جزء منها هيدن وجزء منها سوليد، ودي الراديوس بتاعها بكام؟ دي اللي هي الصغيره خالص اللي هي فاي 56. يبقى انت دلوقتي برضو هتروح ترسم دايره كمان، امر سيركل دي انتر 56، ادي الدايره بتاعتنا اترسمت. تمام كده. طيب بعد كده هنبدا ان احنا بقى ناخد الايه؟ الاجزاء اللي احنا اتفقنا عليها. الاول هروح جاي خافي اللاير بتاعه الهاتش عشان ما تضايقنيش وانا شغال. بالظبط كده. واروح جاي عامل ايه بقى؟ هنعمل بقى الكوبي بتاعنا، نعمل سيلكشن للاوبجكتس بتاعتنا، وبعدين ناخد الكلام ده نوديه بالمنظر ده كده هنا. بعد كده هنقوم جايين عاملين بقى الحته اللي في النص دي برضو كوبي، هنروح عاملين سيلكشن على الاجزاء اللي في النص بالشكل ده، ونروح واخدينها من البيس بوينت بتاعتنا اللي هي الايه؟ السنتر، ونحطها هنا بالمنظر ده كده. تمام. هي الحاجات جت معانا بالايه؟ بالفيلتس، فالفيلتس دي احنا مش عايزينها، فنبدا ان احنا ايه؟ نمسحها. خلاص. وبعدين هنروح عاملين ايه بقى؟ اكستند بقى الخطوط اللي احنا عايزين نعمل لها اكستند. نرجع بقى للشيت ونبص عليه كده ونظبط الجزء اللي فوق ونظبط الجزء اللي تحت. المفروض ان الخطوط اللي هي اللي بره دي دخلت لغايه تاني دايره، فاحنا دلوقتي هنروح عاملين ايه بقى؟ اي اكس دبل انتر، ونروح بالمنظر ده عاملين اكستند للخط ده، ومره كمان، وهنا برده نفس الكلام مره كمان. خلاص. وبعدين المفروض ان الدايره اللي هي اكبر واحده دي ما دخلتش. تعالى كده ايه؟ نبص اهو، الدايره دي اتقصت عند الخط ده، والدايره دي اتقصت عند الخط ده. فيبقى احنا دلوقتي هنروح جايين عاملين ايه؟ ايوه تي ار انتر واحده، ونختار الدايرتين دول، ونختار الخط ده، ونختار الخط ده، ونقول له انتر، ونقوم شايلين الدايره دي من هنا وشايلين الدايره دي من هنا بالشكل ده. خلاص. طيب تعالى كده نرجع تاني نبص. هنلاقي بقى في ايه؟ الخط اللي هو مرسوم ده على نفس الحزه بتاع الخط ده كده. تمام. طيب فيبقى انا دلوقتي ايه؟ هروح على الكاد واروح جاي راسم الخط بتاعي اللي هو اللي مرسوم من هنا لهنا.
طيب يبقى المفروض ان انا الاول اعمل اكستند للخط ده لغايه ما ينزل يقابل الدايره بتاعته. طيب يلا بينا نروح عاملين لده اي اكس دبل انتر بالشكل ده بالشكل ده تمام كده. طيب بعد كده هنقوم ايه شايلين الدايره الجزء بتاع الدايره اللي في النص اهو. نرجع نبص للشيت كده الجزء بتاع الدايره ده هيبقى ايه اتقطع مش موجود يبقى تي ار دبل انتر واقوم جاي شايل الجزء ده وشايل الجزء ده خلاص. طيب بالامر لاين اروح جاي راسم اللاين ده كده تمام. يبقى انت كده ظبطت الايه الجزئيه اللي فوق اهي كلها مظبوطه مفيش فيها حاجه تمام عايزه ان هي ايه تتظبط. طيب الجزئيه اللي في النص المفروض ان انت هتعمل بقى اكستند لغايه ما تخبط في الدايره وهتظبط الفيلتس بتاعتك تمام. تعالى كده نشوف مع بعض. هنعمل اي اكس دبل انتر نطول الخط ده ونطول الخط ده. لا مش عايزينه كده احنا عايزينه من الحته اللي هنا ايوه ومن هنا ومن هنا تمام. بعد كده نعمل تي ار دبل انتر عشان نشيل الجزء اللي هنا والجزء اللي هنا والناحيه الثانيه نشيل الجزء ده ونشيل الجزء ده تمام. بعد كده هنعمل فيلت اف انتر ار انتر 3 انتر ونظبط الجزئيه دي بالشكل ده. كمان مره نعملها هنا كمان مره نعملها هنا ومره اخيره نعملها هنا تمام كده. طيب بعد كده هنبدا ان احنا نعمل ايه بقى الدايره بتاعتنا اللي موجوده دي المفروض ان احنا نظبطها. لو جينا بصينا كده على الشيت بتاعنا هنلاقي ان هي مقطوعه منين او مقطوعه من الاجزاء دي كده. طيب تعالى كده نروح نقطعها نعمل تي ار انتر ونختار الحاجات اللي احنا هنقطع عندها تمام ونختار دايرتنا نقول له انتر ونروح نشيل الاجزاء بتاعه الدايره اللي احنا مش عايزينها تمام كده. احنا ظبطنا الدايره بتاعتنا بس المفروض ان الايه الجزء اللي فوق ده نرميه بقى في الايه ايوه بالظبط كده في الهيدن لاير تمام بالشكل ده كده. لو عايز تغير ال تي اس بتاع دي لوحدها عشان تبقى باينه تروح عامل ال تي اس انتر وتخليها مثلا كام هو ال تي اس بتاعها مثلا كام 15 انت خليها مثلا ايه 20 غير للكاد كله. طيب ليه بقى؟ لان انت المفروض انت تتعلم على دي بعد كده تيجي عند الحته الزرقاء رايت كليك وبعدين تختار البروبرتيز وتروح معدل ال تي اس من هنا يبقى انت هتخلي دي بدل ما هي واحد مثلا تخليها 5 مثلا وتشوف التغيير لو تمام بالنسبه لك يبقى انت كده تمام. لكن التغيير بتاع ال تي اس اللي في الكوماند ويندو ده بيأثر على الكاد كله خلاص. طيب كده فاضل لك ايه؟ فاضل لك انك انت تعمل الجزء بتاع الهاتشنج خلاص. انت كده تقريبا احنا ظبطنا الرسمه بتاعتنا كل حاجه فيها مظبوطه ما فاضلش اي حاجه غير ان احنا نحط الايه الهاتشنج بتاعنا. طيب احنا دلوقتي هنروح ايه بقى مرجعين اللاير بتاعت الهاتش ونختارها تمام وبعدين نجيب اتش اي انتر او ندخل على الهاتش من درو تول بار ونعمل سيلكشن ونشوف الاجزاء اللي احنا محتاجين نعمل لها هاتش بالشكل ده انتر نقول بريفيو محتاجين نرجع تاني يبقى اسكيب ونخلي ده مثلا 10 مثلا واقول له بريفيو محتاجين ان احنا نزود اكتر يبقى نخليه مثلا 20 اقول له بريفيو معقول 20 يبقى اقول له انتر يبقى انا كده خلصت الايه السايد فيو بتاعي عملت له ايه عملت له سيكشن سايد فيو. طيب هو ما كانش عايز سيكشن سايد فيو امال هو كان عايز ايه؟ هو كان عايز هاف سيكشن سايد فيو. طيب احنا دلوقتي المفروض هنا عندنا في الهاف سيكشن المفروض ان انت معناه انك انت تهشر مين بقى هتهشر النص اللي بره اللي هو النص اللي ناحيه ايدك اليمين والنص اللي ناحيه ايدك الايه الشمال اللي هو اللي جوه ده هو اللي مش هيبقى فيه هاتشنج.
طيب يعني ايه الناحيه اللي بره والناحيه اللي جوه؟ انت دلوقتي دي اللوحه اللي انت راسم فيها، الجزء اللي هو عند طرف اللوحه هو اللي المفروض يبقى فيه الايه القطع او الهاتشنج بتاعك. طيب انا رسمت دلوقتي نص الرسمه كامل متكامل، دلوقتي رسمت انا الرسمه كلها كامل متكامل، فاضل بقى ان انا ايه ارسم الرسمه وهي سايد فيو من غير سيكشن. تمام، تعالى كده مع بعض واحده واحده. المفروض ان انا ارسم ايه الرسمه تاني وهي عباره عن سايد فيو بس. طيب انا عباره وهي عباره عن سايد فيو، طب تعالى كده ايه ناخد ده كده بعيد اللي احنا رسمناه ده خلاص اهو، نعمل له موف. لا نبعده اكتر. ماشي، هنا ايه هنا مناسب، وهناخد الاثنين سنتر لاين دول نعمل لهم كوبي. وتعالى بقى نشوف هنتصرف ازاي. مبدئيا كده انت دلوقتي هتبقى معتمد على ايه؟ معتمد على الاستنتاج بتاعك. طيب الاستنتاج بتاعك انك انت تستنتج الشكل كان عامل ازاي. على فكره الموضوع بسيط جدا جدا جدا. ليه بقى؟ انت هتبقى دلوقتي شايف الدايره الكبيره، تمام، اللي هي اكبر دايره اللي هي ب 106 وايه 126. فهنجيب الامر سيركل، بس الاول نرجع لللاير بتاعه السوليد وبعدين سي انتر، نقف هنا بالاو تراك، نروح جايين عاملين الايه الدايره بتاعتنا اللي هي الدايره الكبيره، وكمان مره نقوم عاملين الدايره اللي هي الاصغر. يبقى انا كده عملت الدايرتين المفروض لما انا هبص من هنا اشوفهم. في كمان دايره الايه البيتش سيركل دايمتر دي برضه، اروح عامل كده دايره سنتر لاين واروح جاي راسم من هنا، اروح بالاو تراك اخد العلامه بتاعت المكان بتاعها بالشكل ده. يبقى احنا كده ايه رسمناها. طيب بعد كده نروح جايين رسمين سيركل صغيره، تمام، هي اترسمت ايه سنتر لاين، حطها في اللاير بتاعه السوليد وخدها من هنا واديها في مكانها اللي هو هنا، وبعدين اعمل لها كوبي مثلا او اعمل لها اري. طبعا الايه الكوبي او الاري الاثنين هيبقوا معاك مش هياخدوا وقت بالشكل ده. انت كده عملت الدوائر اللي هي الاربعه اللي هي الهولز اللي هنا، لان هو كان قايل لي ان هم فور هولز عشان تثبيت الايه الفلانجه. بعد كده هل احنا خلصنا؟ لا ما خلصناش. ليه بقى ما خلصناش؟ عشان المفروض ان في الجزء اللي فوق ده هيبقى ظاهر منه اجزاء من الحته بتاعت الدايره. طب عرفت منين؟ المفروض ان دي دايره، فالجزء اللي مرسوم هنا ده في السايد فيو هيبقى فيه حتت منه ظاهره. تعالى كده ناخد الجزء ده كده نعمل له كوبي وناخده من البيس بوينت بتاعته ونوديه بالشكل ده هنا خلاص، ونروح عاملين للجزء ده ايه بقى؟ ايوه اي اكس دبل انتر. يبقى انا كده ظبطت الحته اللي فوق. طيب الحته اللي هنا في النص دي مش المفروض ان الخط ده لما ابص من هنا هيبقى الحته دي كده مكشوفه، فالحته المكشوفه دي هتولد لي هنا ايه؟ خط، تمام؟ طيب الجزء اللي تحت ده هيبقى هيدن فانا ما يشغلنيش، فالحته دي بس هي اللي هتجيب لي خط، والحته اللي فوق دي برضو اللي هي الكسره دي هي اللي هتجيب لي خط. خلي بالك ان في شيتات الماشين دروينج احنا ما بنرسمش الهيدن خالص، انت بترسم اللي انت شايفه فقط. سواء انت بترسم سايد فيو سيكشن سايد فيو، او يعني سواء انت بترسم المسقط او القطاع بتاعه، كده كده انت مش محتاج انك ترسم الايه؟ الهيدن، خلاص؟ طيب نجيب الامر لاين ونيجي بالاو تراك على الحذاء ده كده من هنا لهنا، تمام؟ طبعا احنا لسه في الايه؟ في اللاير بتاعه السنتر لاين، فهرميه في السوليد واغير اللاير اللي انا شغال فيها اخليها سوليد. نكمل، اروح الامر لاين الجزء اللي هنا بقى ده، ده بقى اللي اروح جاي واخد هنا منه ايه؟ او انا خدت منه العلامه بتاعتي، فاروح جاي راسم من هنا لهنا. يبقى انا كده دي الحاجات اللي المفروض ان انا اكون شايفها وكاشفها من الفتحه بتاعتي، تمام؟
طيب المفروض دلوقتي ايه بقى اللي هيحصل؟ المفروض انك انت هتعمل هاف سيكشن سايد فيو، هتاخد نص الرسمه اللي انت رسمتها على النص بتاع الرسمه الثانيه، يبقى انت كده عملت الايه الهاف سيكشن بتاعك. طيب ازاي بقى الكلام ده؟ بسيطه جدا، انت هتعمل تي ار دبل انتر وتروح جاي على الجزء ده كده كله بالشكل ده كده، تمام. الاجزاء اللي اتبقت هتعمل فيها ايه؟ علم عليها، تمام، وهتبدا انك انت ايه ترميها. خلاص يعني انت هتعمل كده الايه الشكل ده كده كله، الحاجات اللي موجوده هنا والدايره دي كمان، و تروح عامل لهم ديليت. خلاص الناحيه الثانيه بقى العكس، الناحيه الثانيه انت هتعمل تي ار دبل انتر وتقوم جاي رامي الايه الاجزاء دي كده اللي على جنب الايه الخط ده، تمام. وبعدين تقوم انت جاي بقى ايه معلم على الحاجات بتاعتك دي كده اللي هو انت ايه مش عايزها، الاجزاء اللي اتبقت دي بقى كده ايه ارميها. هنا هو عايز يرمي ده على بعضه، فهعمل له تي ار انتر وارمي الجزء ده كده. خلاص الحته اللي متبقيه دي ارميها. خلاص يبقى انت كده ايه قطعت نص الايه الرسمه اللي من هنا ونص الرسمه اللي من هنا، شيل ده عشان ما يتكررش تاني، تمام. وروح اعمل ايه بقى موف للجزء ده كده كله وخده من البوينت دي وديه بالمنظر ده كده، تمام. طيب كده يبقى انت عملت ايه؟ عملت الهاف سيكشن سايد فيو في ثانيه، يبقى انت اخدت نص من السايد فيو على نص من الايه من السيكشن سايد فيو، يبقى انت كده ظبطت السايد فيو بتاعك، تمام. كده يبقى احنا عملنا الهاف سيكشن سايد فيو، فاضل الايه البلان.